صاحب الجلالة الله ينصرو وعيني رئيس الحكومة وكلفني باش نشكل حكومة إن شاء الله. هذا شرف ليا وشرف الأعضاء ديال الحزب، شرف يعني الجميع المغاربة، وحنا بنفس الوقت هذا يعني هذه الثقة المولوية هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة. غادي نبداو ابتداء من الآن في فتح يعني التشاورات مع الأحزاب اللي يمكن لنا نتوافقوا معها إن شاء الله في المستقبل. المهم أنه تكون يعني أغلبية منسجمة متماسكة، يعني لها برامج اللي هي متقاربة واللي يمكن لنا نشتغلوا عليها، لأن المواطنين ينتظرون وفاهمين أنه اليوم الحملة الانتخابية اللي كانت كلها وقفة على برامج انتخابية.